استنادا لقول الشاعر ولد الهدى فالكائنات ضياء، احنا تعبير الفرحة الحقيقي يكون هو بالاتباع والالتزام بالسنة النبوية المطهرة، فهي كلها كانت سنة عبارة عن سنة أخوية، سنة متبعة، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. احنا لازم من هالمبدأ هذا احنا نبني مناطقنا، نبني شعوبنا، ندعي للتآخي، ندعي للسلام، كما هو الحال الآن اللي نشوفه بربيل. أنا رجل عربي هسه بسوي لقاء قناة كردية، كل الناس اللي تفتر بين عربي وكردي وتركماني، هذه الدعوة اللي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، يستحق انه احنا ده نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لان هو الأسوة الحسنة اللي هو دعا لهاي الامور، فتطبيق لهاي الامور هو يعني اتباع محمد بيغمبري. اللهم صل عليه.